عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم نور الدين في نوفيل فيديو. في الفيديو راح نديروا تحدي اللهجه الفلسطينيه مع حمزه تيوب. اولا تحيه لاهل فلسطين احبابنا الفلسطيني. قناه حمزه تيوب قناه جدا رائعه، يشرف فيها تحديات رده فعل حقائق الى اخره. تلقوا في الديسكريبشن. وقبل ما نديروا الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات. خليكم على الفيديو. طبعا يا جماعه هذا الجزء الثاني. الجزء الاول زي ما عرفتوا انه فاز عليا، فالان غير نبدا في الجزء الثاني على قناته. طبعا زي ما عرفتوا اكلت فلفل. فيلا مين يعطي الكلمه الاولى؟ نعطيك اول كلمه سهله. طب يلا سهله. يلا العشيه. عيدها. العشيه. ايه اعطي لي اياها في جمله. العشيه راح نعمل فيديو. العشيه راح نعمل فيديو. الان راح نعمل فيديو. لا اي خلص، يعني من اول مره هي الواحد اذا ما عرفهاش من اول مره خسر، لان انا راعطيه الكلمه. جاهز؟ هي انت فزت في اول جوله. العشيه معناتها مساء. طب يلا الكلمه تبعتي كلمه زرفيل. زرفيل. طب وين منحط؟ وين بيستخدم؟ هي شيء والله. شيء يوجد في البيت. يلا زرفيل. وين في البيت؟ في المطبخ، في الغرفة. الزرفيل لو قلت لك عرفت اعرفها. زرفيل نافذة. لا غلط. باب. لا حط عليه في جملة. ايش بنفتح فيه الباب؟ مفتاح. زرفيل. لا غلط. ما عرفتش اقولها لي. ها ايد الباب. زرفيل. طب يلا اعطيني كلمة ثانية. مخدة. مخدة اللي بننام عليها. ايوه عرفتها. واحنا عنا بنحكي عنها في غزة مخدة. خلاص النتيجة 2-1 الي. طيب الكلمة بيارة. بيارة هو شيء. هي بيارة وكلمة تستعملوها. لا غلط. حطها لي بجملة. كلمة بيارة هي أرض واسعة. ايه حطها لي بجملة. بدنا نروح البيارة اليوم. بيارة السوق. لا مدرسة. لا خلص، لأنه ثلاث محاولات راحت عليك. أرض واسعة نحكي عنها بيارة. البر. ما عرفتها؟ ما عرفتهاش. خلص النتيجة 3-1. أعطيني كلمة يلا أنت. أريد يعني منك إشي؟ لا أريدو. حطي لها في جملة راح نسهلها عليك. أريدو هذه نستعملوا فيها في الغرفة. السرير؟ لا أريدو ما أعرف أحكيها. أريدو هي الستارة. الغطاء؟ لا الستارة في النافذة. اوكي النتيجة صارت 3-2 الي. 3-2 الي. طب يلا انا اعطيك الكلمة. حسكة. حطها لي بجملة. يا جماعة قلبي بدق. حاسة انه غير يعرفها. لو حطيت لك اياها غير تعرفها. وين يجي الحسكة؟ وسيلة نقل. سيارة. لا. دراجة. لا. حافلة. لا. خلص اعطيك العافية. خلص ثلاث محاولات راحت عليك. حسكة معناها قارب صغير. طب يلا النتيجة صارت 4-2 الي. احكي لي يلا كلمة. بليغة. ايش كلماتهم يا جماعة؟ والله ما نفهم شيء. بليغة حطها في جملة. ما نقدرش نحطها لك جملة. نسهلها لك. هي تتلبس. نلبسوها. شيء نلبسوه. بنطلون. لا. بلوزة. لا. ساعة. لا خلاص راحت عليك. الله. البليغة هي كيفاش نشرحها لك؟ شفت الحذاء؟ تتك عنه. بليغة. بليغة هي مش حذاء. هي حذاء صيفي. كم النتيجة صارت؟ 3-4. طيب يلا انا احكي لك الكلمة، واذا انت ما عرفتها خلص هيك بكون انا في الفوزت. خلاص. طيب اخر كلمة هي. لا واثقة من نفسيها مش واخد بالك. انقلع. عاوز كلمة. كلمة انقلع. انقلع يعني روح. صحيح. يا جماعة صارت النتيجة 4-4 لأن هو غير يعطيني الكلمة. إذا ما عرفتها أنا هو بكون فاز. حمزة. في عقاب ولا ما كانش؟ بكرة تندم يا جميل. طيب العقاب ناكل قرن فلفل أو نص قرن فلفل، أوكي؟ خلاص. طيب إذا أنا ما عرفتها يا جماعة غير آكل الآن قرن فلفل، وإذا أنا فزت راح هو ياكل قرن فلفل زي ما أنتم شايفين. Oh,
هو جيناكم من فلسطين يا الجزائر نور العين، جيناكم من فلسطين يا الجزائر نور العين، نحنا شعب الجبارين، نحنا شعب الجبارين.